إذا نعمل القانونية تبع الجنريتر أكشن هلا مهم هدول القوانين تطلع عليهم لأن أحيانا الزوايا مش دائما بتكون عندي 0 أو 90 ما بتكونش عادة الزاوية 90 في الكروس برودكت بحيث إني أضرب الماجنتيود في الماجنتيود وبتكونش عادة الزاوية 0 في عفوا 90 في الكروس برودكت أو 0 في الدوت برودكت فعندي الجنريتر أكشن بتقول إنه الإي induced بتساوي فعندنا هون عمالنا بنقول حتى يصير في عندي generator action ايش لازم يكون فيه؟ لازم يكون في عندي motion مظبوط ولازم يكون في عندي magnetic flux هاي magnetic flux هاي الموشن من هون راح يتكون عندي induced EMF وتذكروا دائما induced EMF بدك تطلع اتجاهه تذكر السورس السورس اتجاهه يعني راح يكون بهذا الاتجاه بحيث انه الكرنت يمشي ويطلع من البوزيتيف ويرجع يدخل في النيجاتيف من هون هلا عندي كروس برودكت ما بين في وبي راح يعطيني الاتجاه تبع الانديوست اي ام اف مش دائما الانديوست اي ام اف اتجاهه بنفس اتجاه السلك هاي المشكله فاهمين ولذلك شو احتجنا هون اوكي عاده لازم يكون هيك بس مش دائما هذا صحيح احيانا السلك عندي راح يكون هذا ممكن يكون جاي على زاويه إذا قبل ما نطلع هاي بيهمني أول شيء إيش أطلع؟ الـ EMF، الـ induced EMF، الـ induced EMF اتجاهه هذا اتجاهه من هون، راح يكون عندي V في B من هون وراح يتناسب مع L. إذا الزاوية هاي 90 درجة بين V و B شو بعمل هون؟ خلص بضرب ماجنتيود في ماجنتيود، مش هيك؟ بصير عندي ساين 90 مظبوط؟ بعدين باجي إذا كانت الزاوية ما بين الـ induced EMF و L 0 معناها صار الانديوست اي ام اف بنفس اتجاه السلك، طبعا انا عارف انه هذا شيء غريب بس ممكن يكون عندي هي هون هي في هي بي بالحاله هاي الزاويه بينهم ما فيش مشكله عملت كروس برودكت عملت كروس برودكت من في لبي فطلع معي الانديوست اي ام اف بهذا الاتجاه مش هيك بعمل كروس برودكت من هذا طلع معي فطلع معي الاي ام اف بهذا الاتجاه، هلا اذا السلك بهذا الاتجاه ممتاز كل شيء ممتاز مش هيك؟ رح يطلع معي الاي ام اف مظبوط صحيح بس اذا السلك بهذا الاتجاه بحط الزاويه اوكي ممكن يصير هيك ممكن يعني ممكن انا اجيب سلك هيو ها الحركه وين احنا حكينا في هذا الاتجاه وعم بيتحرك السلك بهذا الاتجاه وبينه وبين حركته في 90 درجه بينه وبين الماجنتيك فلكس ما في مشكله فالزاويه هاي 90 بس شو رحت قررت انا اعمل بالسلك هذا اللي عم بيتحرك هيك بهذا الاتجاه بهاي السرعه ما راح يزيد معي الاي ام اف لاني الزاويه راح يضل الاي ام اف اتجاهه هون اي زاويه لازم استعمل الان اللي بين السلك وبين الانديوست اي ام اف بضرب في ايش في كوساين فاذا كانت زيرو كوساين الزيرو واحد بس الحاله العامه تذكروا هاي ما تنسوها هاي مهمه جدا ها فانا بقول انه الانديوست اي ام اف بزيد مع ايش؟ منطقا انه يزيد مع السرعه، فكل ما زدت سرعه السلك في هذا هي تخيلوا انه عندي هون فلكس في هذا الاتجاه، ها؟ كل الحيطه هاي عباره عن فيس لالكترو ماجنت او بيرمننت ماجنت. اعطتني يونيفورم بي بهذا الاتجاه، ها؟ فبي وين صار الماجنتيك فلكس؟ عليكم موجه عليكم، ها؟ رحت جبت سلك والسلك بديت احركه بشكل عمودي، طبعا اذا ما حركته بشكل عمودي، اذا حركته مثلا اذا السلك حركته بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه مضبوط؟ ما بزبط. بس اجيت حركت السلك بهذا الاتجاه فكل شيء تمام، فجبت سلك وحركت السلك بهذا الاتجاه، هي السلك حطيته هيك وحركت السلك بهذا الاتجاه، عماله بيطلع بنزل على سرعه معينه باتجاه في. وعندي بي بهذا الاتجاه، الكروس برودكت راح يعطيني اي ام اف باي اتجاه. والسلك كمان هو بهذا الاتجاه اذا ما فيش عندي زاويه بينهم بضرب طول السلك بس اذا فعليا السلك مايل هون وين صارت الافكتيف لينث تبع السلك هو هذا مش هذا مظبوط بدي اضرب في كوساين الزاويه اوكي ماشي واضح الكل فاهم هذا هلا الحاله الثانيه اللي هي الموتور اكشن عندي بحاله الموتور اكشن عندي كروس برودكت ما بين عندي هون لينكث وراح يكون فوق في عندي هون اي المشكله اي ايش؟ سكيل ما بقدر اقول عنه دوت برودكت ما فيش شيء اسمه دوت برودكت اوكي ما بقدرش اعمل دوت برودكت مع سكيلر مظبوط شو الزاويه؟ ما فيش زاويه مظبوط اذا هاي راح تعطيني من هون
اذا الفورس طبعا هون بس نرجع لهاي الاي ام اف راح يزيد مع السرعه راح يزيد مع مقدار الفلكس وراح يزيد مع الطول بس بشرط انه هذا الطول يكون في نفس الدايركشن تبع الاي ام اف اذا ما كانش بدي اضغره انا اضربه في كوساين زاويه اذا الزاويه زيرو بضربه في واحد مش هيك اذا الزاويه مش زيرو راح اضربه في قيمه اقل لاني لما ميلت السلك من هون صفى مش طوله المهم طوله مضروب في كوساين الزاويه المحصله تبعته او الكومبوننت تبعه اللي في الاتجاه هون الفورس راح يتكون على السلك واضح انه راح يزيد مع الكرنت مزبوط هي نفس الشيء عندي هون راني جاي هذا بهذا الشكل عندي ماجنتيك فلكس نرجع لنفس المثال هون هي عندي فلكس ماشي في هذا الاتجاه عليكم من هون وعندي سلك في له طول معين وماشي بكرنت نفترض هيك مثلا راح يتكون عليه فورس بهذا الاتجاه نفترض الكرنت تبعه ماشي بهذا الاتجاه وله طول معين من هون فصار عندي كروس برودكت ما بين ال و بي وهذا هون بس سكيلينج فاكتور راح يعطيني الفورس اللي بتتكون على هذا ولاحظوا طبعا هون ال في بي اعطاني اتجاه فالكروس برودكت هو بين ال و بي وهون الكروس برودكت بين في اوكي ماشي واضح من هاي واحده منهم ليفت هاند رول هون بستخدم الليفت هاند رول هون بستخدم الرايت هاند رول عندي دائما هذا ماجنتيك هذا هون الكتريك وهذا ميكانيكال اذا بدك ميكانيكال يعني فورس او موشن في او فورس اتجاه الفورس اللي بنتجه بتستخدم الليفت هاند رول ليش ما تضرب بالماينس